بسم الله الرحمن الرحيم. أشعر بالألم الشديد وأنا أرى شعبي وأهلي وهم يعانوا في الحر اللاهب بسبب الخراب وسوء الإدارة في الكهرباء. كنت أتمنى لو كان في يدي حلا سحريا، ولكن مع الأسف الشديد سنوات طويلة من التخريب والفساد وسوء الإدارة لا حل لها في ليلة وضحاها. وليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة عمرها الفعلي شهرين أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة. إن تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين. إن كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا. فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث يوم أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة. وبالعودة إلى أزمة الكهرباء، أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في هذه المعاناة، وأنا أنتظر نتائج التحقيق للجنة التي شكلها مجلس النواب الموقر للتحقيق في كل الإخفاقات في ملف الكهرباء، وأدعو السلطة التشريعية إلى الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف إلى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب والقضاء. الحكومة وقعت قبل أيام ملف ربط الكهرباء بالخليج العربي وكذلك مع الجمهورية الإسلامية إيران، ونحن ماضون في هذه القضية بشكل جاد. قرارنا هو إنتاج الغاز لتشغيل محطات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن الحكومات المتعاقبة استوردت محطات تعمل بالغاز ولكنها لم تعمل على إنتاج الغاز العراقي. إن بعض الأطراف تحاول التصيد بالماء العكر، وأقول لهم بكل صراحة هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدماء، ولن تكون متسببة بدماء العراقيين مهما كان الثمن. إن انحيازي دائما إلى الشعب أمس واليوم وغدا لن انحاز إلى غيره، ولن انحاز إلى من يحاول الابتزاز. وأقول لهم لا تحاولوا خلط الأوراق ولا تتلاعبوا، وأقول لشبابنا إن وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق ووحدة العراق وأمن العراق وسلامة العراق ومستقبل العراق. قلت منذ اليوم الأول لتكليفي إنني لست طامعا بمنصب، وأن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وأنا مصر على هذه الانتخابات. وقبل أيام تحدثت في اجتماع الرئاسات الثلاث على ضرورة تفعيل ورفع العراقيل أمام الانتخابات المبكرة، وأطلب من السيد رئيس البرلمان أن يبعث قانون انتخابات للسيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه كي نعلن قريبا عن الوقت المحدد عن انتخابات مبكرة. من لديه اعتراض على مجمل ومسيرة الحكم عليه الاستعداد للانتخابات لا لتعطيلها، ومن يريد استعادة العراق لا يتحدث بالشعارات وهو جالس فوق التل.
عليه النزول إلى الأرض وتهيئة الناس للانتخابات، وعلينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة عادلة وممثلة لإرادة العراقيين. لحظة تسلمي لهذا المنصب أقسمت على حفظ الأمانة، وأنا حافظ للأمانة حتى تكون هناك انتخابات مبكرة حرة نزيهة. نحن سنغادر ويأتي غيرنا، كلنا سنرحل، المهم أن يستمر العراق. هذا عهدي لكم ولن أتنازل عنه. وأقول أخيرا أن العراق يجب أن يبنى بإرادة الشعب وليس بإرادة الرصوص والخارجين على القانون ودعاة الفوضى. ولا يوجد شيء يعبر عن إرادة الشعب أفضل من انتخابات الحرة النزيهة، والتي سوف أعلن عنها قريبا عن التاريخ للانتخابات. وكل من يسعى إلى تعطيل إرادة الشعب سيسقط بإرادة الشعب. في كل خطواتنا وأهدافنا وضعنا العراق أولا، وشعبنا هو العراق. عاش العراق، والرحمة والخلود لشهداء يوم أمس في ساحة التحرير، ولشهداء العراق في كل وقت وزمان. عاش العراق، عاش العراق.